تسمو في EFM Zone Sport مع حمزة المغيري. الخمسة وتسعة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، موعد متجدد من EFM Zone Sport. نتواصل معكم من توا حتى للسبعة بتاع العشية. سامحونا سادة المستمعين، صوتي اليوم تعب شوية ومع شوية مرض، إن شاء الله لاباس علي، إن شاء الله باللطف طارق أكي علي أنا معندي. مرحبا بكم الناس الكل، باش نحكيو الكل عادة على أهم ليزاكتواليتي سبورتيف اللي موجودين، باش نحكيكم أهم المواضيع. الموضوع الأول باش نعود على الجولة 11 من البطولة الوطنية اللي تلعبت اليوم، وخاصة باش نحكيو على هزيمة النادي الإفريقي، باش نرجعو نحكيو على السي اس اس اللي يضرب موعد مع بيراميدس المصري اليوم ضمن الجولة الرابعة لمجموعة الكأس الكاف، كيف باش نرجعو على مباراة الكلاسيكو البارح في الشامبيونز ليج والكواليس وكل تفاصيل اللقاء، باش نحكيو زادا كيف على نهائي بطولة العالم الكيك بوكسينج في الحمامات وأكثر تفاصيل على الموضوع هذا الكل في FM Zone Sport من توا حتى للسبعة متاع العشية. انتم تسمعوا في EFM Zone Sport مع حمزة المغير. يحضر معايا في البلاتو كالعادة الأعمدة متاع الليميسيون أمير الجزيري. مرحبا أمير. مرحبا بك حمزة، ومرحبا بالمستمعين متاعنا، وإن شاء الله نعطيه الإضافة. مش كوفيد راه من كح يعني بعيد، انا كوفيد على بعد كوفيد. على بعد طروق. مرحبا بك حمزه، مرحبا بامير وكل مستمعات ومستمعي FM. خذوك بعين على الزياره، انا خبيت لك عن ثلاثه جمعات تذكرتها، هيك الوصله الغنائيه اللي عملتها في الحوار التونسي. والله اسمع، مواهب اكتشفنا فيه بصراحه يعني. اسمع المره الاخرى والله، ما هو معناتها بعد ما خرجنا من المسيو قال لي نسيت راني باش نعمل لك الفازة اللي معناتها عديتها في ملا توانسة مع كريم الغربي، كيفاش غنيت الحلقة اللي تعديت والله قاعد بيني يا رب ان شاء الله ينساه، يا رب ان شاء الله ينساه يا اخي. اليوم معناتها ما خلاش في قلبه بون، معناتها حتى كان فما عربن ولا حاجة. هاك معاي كي العادة باش نرجعوا لفقرة في دقيقة، كل واحد نذكره للسادة المستمعين، كل واحد من الكرونيكور يعطينا ممكن موضوع كي وباش نحكيه فيه شوية، وبالكرونو يكون حاضر معنا. واحد اثنين ثلاثة، نبدأ معك أمير الجزيري. توب في دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جلسة مع التلفزة، جلسة مع الأندية، والنتيجة هي البطولة غير منقولة التلفزية، والتونسي ما غير فرجة في المباريات. كلامي موجه للناس الكل باش ما نقيدون على حد. التلفزة في شخص ممثلها القانوني مدام صغروني طالبت باش تراجع معاليم البث، قالوا لك لا انت ملتزمة باش تحترم العقد خاطر التلفزة مضات عليه، تقول لي المبلغ مبالغ فيه ونقول لك تبع وعمل اجراياتك مع اللي صح عليه. سوى ديع مو عندك عقد يضمن الجامعة حقوقها قدام المحاكم التونسية، مو اعمل قضية استعجالية وفسخ العقد وشوف تلفزة اخرى، خلينا نتفرج ونخلطوا على شوية ماتشوات، اعطي تسبق الجمعيات وبعد قصهم لهم حتى كيسبوا حتى يتنفسوا شوية. نرجع للجولة متاع اليوم اللي تلعبوا فيها خمس مباريات سجلوا فيها سبعة اهداف، خالد بن يحيى مع فريق ومدية العاصمة البحث سريع غليزان باكثر منهم وصعد للمرتبة الثانية بمفرده بفريق اغلبيته من اولاد الجمعية والشبان. تحية للإطارات الفنية التونسية في الجزائر. واضح، وفي التوقيت يلتحق بنا اللاعب الدولي السابق وصديقنا سامي العروسي. سامي مرحبا بك، متبقى البيت لنا. أيوة متبقى شوية السيركيلاسيون. مرحبا بك حمزة، مرحبا بسادة المستمعين يا فهم، إن شاء الله تكون ضيوف الكرام كالعادة، وإن شاء الله تكون مرحبا طيب. مرحبا سامي، شنو اخترت لنا في دقيقة؟ 3 2 1 توب كرونو طارق عساتي. حبيت نحكي على الجاهزيه الفرق التونسيه في المسابقات القاريه، لانه الى ماضي قريب حمزه كنا ديما في البرونوستيك ولا حتى بونغو ديما نحطوا فريق تونسي على الاقل في دومي فينال ولا فينال، هذا في الكاف ولا في الشامبيونز ليج. اليوم للاسف النجم الساحلي بعد اربع لقاءات مش ضامن حتى فوز. النادي الصفاقس ان شاء الله ينتصر اليوم مع بيراميدز، لكن مطالب انه يعاود ينتصر مره اخرى وينتظر، لانه اهلي طرابلس وبيراميدز 9 نقاط. الاستثناء هو الترجي اليوم بثمانية على 12 نقطة ممكنة في مقابل غياب المنافس الرابع اللي هو كان سنة اتحاد بن قردان وخرج، دونك هذا برشا أليرت وبرشا نقاط حمراء تشتعل، لأن مانيش أحسن بطولة أخرجت للناس، مانيش أقوى بطولة، مانيش أحسن منتخب في إفريقيا، اليوم الناس كل هربت بينا ونحن مش مراجعين رواحنا، دونك إشارة حمراء قوية جدا لأنه مازلنا نراجع رواحنا مقارنة بالقوة الصاعدة في القارة. واضح، مهم برشا زوز مواضيع اللي طرحوا. خلينا نبداو بالموضوع الأول. اليوم النقل التلفزي وبعد الريونيو اللي صارت مع انت بين رؤساء الأندية والممثلين على الأندية وأعضاء المكتب الجامعي ورئيس الجامعة، مع انت أهم خرج من الريونيو هذه مع انت اللي كانت
انه حاجه الاولى انهم الجمعيات ما وافقوش انهم معناتها يطيحوا في معناتها ولا يوافقوا على طلب التلفزه اللي حاب تطيح في المونطون اللي يتسلوا منها الجامعه التونسيه ولا من المستحقات نتاع الانديه ككل. اليوم عطتهم الجامعه مهله حتى للديسمبر 31 ديسمبر 2023. اليوم التلفزه قالت لا واش نعطيك حاجه معناتها سكوب هذايا غدوه باش يهبط بلاغ من التلفزه فهمت اللي هي مش باش تنقل المباريات معناتها اليوم ولات عركه بين التلفزه والجامعه فهمت والجامعه اللي معناتها اللي تحت الانديه والديما نقولوا المتضرر الوحيد هو المشاهد التونسي هو المشاهد معناتها ولا الشارع الرياضي ولا مع عباد وقال لي خاطر مانيش باش ندخل في كلمه احنا نخلصوا بالمعاليم وجينا الفاتوره لا 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 اليوم بطولتنا ماناش قاعدين نتابعوا فيها اليوم انا معناتها كانيماتور وكصحفي باش نحكي على مباراه النادي الافريقي مثال والاولمبي البيجي نتفرج ما عنديش مثال كونيكسيون ما نجمش نحكي عليه ما نجمش ندخل في ديتاي نعم في برشا تليفونات او حتى كنا في الاوف نعم برشا في تليفونات مع عباد كانت حاضره في المباراه معناتها باش نعرف شنو اللي صار في المباراه معناتها بالرسمي مهزله مهزله الحكايه هذه يا طارق. باهي نبدا معاك الماتش اللي بديت به نادي الافريقي والاولمبي البيجي هو المحل عندنا انترنت ما تفرجناش خاطر معناتها جاد الفقير بما يملك ومشكوره هي الهيئه الاعلاميه تاع الاولمبي البيجي لكن الجوده ضعيفه جدا يعني اليوم تقطعات بشكل حتى معناتها خلى برشا تندر على الفيسبوك معناتها في طريقه التعليق او في المانيير. اليوم شوف طرح يعطيك الصحه امير على الطرح نتاع الموضوع لكن هو موضوع سياسي بامتياز. اليوم اليوم فما شونتاج فما لي ذراع ما بين مؤسسه التلفزه وما بين جامعه توسيع كره القدم. انا مع الانديه انه في مطالبها انه طالب بمنابها من الفلوس في ظل الازمه الماديه تبعه الكوفيد اللي تحب تسميها تسميها لكن انه باش تعمل لي لي ذراع اليوم مع مع الوزاره ولا مع مؤسسه التلفزه فانا ضد هذا لانه التايمينغ كنا حكينا فيه شهرين تالي لانه البطوله مش ترجع والى ما غير ذلك كان كله مدروس الطريقه انا ضدها نهائيا. لكن اليوم مؤسسه التلفزه التونسيه مش انتصارا معناتها للزملاء في الصحافه ولا حاجه لكن مع قرار سياسي حمزه اليوم انه مش من اولويات رئاسه الحكومه ولا رئاسه الجمهوريه انا تخصص ميزانيه لخلاص التلفزه. التلفزه تقول لك انا عندي عقد والعقد هو شريعه المتعاقدين لكن في اي ظروف تخدم العقد هذا وقت فتره حكم يوسف الشاهد في اي ضغط تفرض على مؤسسه التلفزه التونسيه في اي لوبينج تخدم دونك برشا نقاط المساءله اليوم الحقيقه معناتها انا معناتها طارق هي حكايه سياسيه حكايه سياسيه سياسيه وشاطرك الراي لانه اليوم نحن حتى في احراج مع المتابعين انه اليوم باش نحلل الماتش رجيش والشابه والمنستير وسليمانه والنادي الافريقي والاولمبي البيجي ما عنديش ايماج معناتها بشويه اجتهادات خاصه بشويه كونيكسيون ومنه ومنه دونك فضيحه الدوله هذه. لكن هو صراع سياسي بامتياز ما ننتصروا لحتى طرف اليوم مهز لانه في 2022 فما عقد يا طارق عقد لكن ما ننتصروا لحتى طرف متفاهمين احنا ما حتى طرف فهمني في الموضوع احنا نعرفوا هالمعاملات هذه متى هو في اي معامله هو فما عقد العقد يقول لك شنو هي حقوقك وشنو هي واجباتك وديما في اخر العقد ديما فما تقول لك اون كاد دو ليتيج يعني كيفاش صراع نزاع في حالة نزاع يحتكموا الطرفين إلى المحاكم التونسية أمير برشا معطيات بدلت خلنا ناخذ رأي سامي يحتكموا المحاكم التونسية. المشكلة هذه هي مش مشكلة جديدة صح هي مشكلة قديمة مشكلة قديمة وقاعدة تتعاود كل عام لكن ما وصلتش كيما هكا سامي خلنا باش نحكي هاي. كيفاش قول انت معناتها علاش قاعده تتعاود ولا علاش قاعده تتعاود ما سمعناش بالمشكله قبل خاطر لا سمعنا لا صارت قبل ما قعدوش معناتها قعدوا جولين ثلاث ماكس وصلنا نعملوا تروا ماتش كات ماتش وما نتفرجوش وصلنا نعملوا ومن بعد تتحل المشكله بتدخل من رئيس الحكومه كل عام هكاك كل عام تتحل المشكله سامي صحيح لكن ما فماش عقود خلينا نوصل كلمته بخاطر باش نخرجوا الفاصل باش نكملوا فيه شويه الموضوع اذا كان باش نكملوا هكا مثلا لانه الصوم اللي تعطي فيها التلفزه التونسيه راضيه بها الجامعه راضيه بها الجمعيات وحتى لو كان التلفزه التونسيه بتعطي صوم العام الجاي باش يجيك تعطي باش يقول لك اعطيني صوم اكثر ينجم العام اللي بعده تجيك يقول لك زيدي مثال 5% ولا 10% هنا الحل يلزم يكون حل جذري. اول حاجه المشكله صايره بين الجامعه وبين التلفزه المتضرر الاكثر واحد هو المتفرج الكره التونسيه متضرره الجمعيات سنا دخل الجامعه دخل الجمعيات في الحكايه كانت قبل الجمعيات موجوده سنا دخلوا الجامعه يمكن غدو يدخلك الجمهور الله اعلم افكتيفمون اذا هو دخل جمعيات اوتوماتيكمون الجمهور باش الجمهور باش يتحرك تو يقول لك انا حاب نتفرج في الشامبيونات ومازال الموضوع طويل خلينا نخرجوا احنا فاصل ونرجعوا مثالش معناتها يسمحنا البروديكتور ديما يعمل لنا كوندكتور ومعناتها يتفرض علينا انا نكملوا في الموضوع دونك فاصل ورجعي
اف ام زون سبور مع حمزه المغير. نرجع معك سامي في الموضوع اللي دينا فيه نحكيوا عن النقل التلفزي بيان سور والمتضرر ديما نقولوا للمشاهد والمتفرج. معناتها انت قلت معناتها حاجه راي كوميل معناتها حاجه تم كلمه قلتها، قلت انا باش نحلل المقابله ولا باش نعطي المقابله وما لقيتش كيفاش نحللها وكيفاش نتفرج فيها. اي راهو اللي صاير عليك صاير علينا، خاطر حتى فما نقل توا اليوم بستريمينغ ولا حاجه كاميرا برك راي ما تعطيكش اول حاجه الصوره كامله ستريمينغ ما تعطيكش. ثاني حاجه اللحد الرياضي نتاعك ما ينجمش يخدم، الناس الكل ما عادش تعرف تتفرج، الناس الكل ما عادش تعرف تقيم، الناس الكل ما عادش تعرف شنو الفالور نتاع الملاعبيه، البروغريسيون نتاع الملاعبيه، ليكيب ليفيكتيف، هذا الكل راهو يضر برشا الكره التونسيه تعاني. التسويق نتاع البطوله التونسيه معناتها مربوط بالناس، الناس هذوما يعرفوا اللي ثم المشاكل هذه الكل راهي باش ترجع بالنيجاتيف على الكره التونسيه. الكره التونسيه باش نلخصها، انا الكره التونسيه الكرة التونسية هي الكرة الوحيدة تو في العالم ما هيش تعمل في مازالت قانون الجمعيات. الجمعيات قانون الجمعيات في تونس كيما الترجي الرياضي التونسي في قانون الجمعيات كيما جمعية الفراشات. قانون نفس الستاتيو نفس القانون. لا تملك ولا تنجم تستثمر ولا تنجم تربح. القانون هذايا إلى متى باش تقعد الجمعيات تعاني منه. الرؤساء بتاع الجمعيات اللي يدخلوا للجمعيات يدخلوا شرهم يمشوا للحبس. إذا كان ما عملوش الكاردياك وإذا كان ما عملوش المشاكل وإذا كان ما خرجوش الشيكات يعني يدخل رئيس جمعية يا باش يعطي من جيبه يا ما ينجمش يتصرف يا ما ينجمش يعيش. شكون اللي يعطي من جيبه في الحالة الأولى؟ باش تعطيك تروكا في الحالة الأولى اللي يعطي من جيبه يلزم يكون رؤساء أموال. باش يكون رئيس رؤساء أموال 80% مش يفهم في الكرة. يعني هو عنده الفلوس واستثمر في الفلوس 80% مش يفهم في الكرة يعني ينجم ما غير ديريكسيون تكنيك وما غير ناس تخدم معاه وما غير ناس ثقه وما غير ناس كذا ينجم يغلط وينجم يبذر برشا فلوس. والتبذير موجود في الجمعيات وتشوف دي كونترا ب 5 مليار دوات وتشوف في كونترا ب 2 مليار دوات بعد تقول للملاعب هذا كيفاش صحوا له حتى ب 5 ملايين ما نصحلوش ولا حتى بمليون انا ولا نحطه في بطحه ما نلعبوش. هذا البروبليم الاولاني. البروبليم الثاني هل انه ما نجموش بعجاله سامي هل انه ما نجموش غدوه يجي مستثمر يسير جمعيه في تونس مع الناس المويه هذيا؟ ما نجموش غدوا نسيبوا جمعيات للشركات، ما نجموش غدوا نسيبوا جمعيات تملكها الناس في تونس. مازلنا في الروتار هذايا، مازلنا في اللغه انه رئيس الجمعيه باش يعطي من جيبه وانك تلم الفلوس بالطلبه وانه مع المشاكل هذه ساكوميل اللي الجمعيات الكل في تونس عندها مشاكل نتاع فلوس والجامعه اليوم تدخل لك الجمعيات مع التلفزه والوحيده اللي باش تعطيك الفلوس، شكون باش يعطيك الفلوس؟ التلفزه باش تعطيك الفلوس؟ اخي التلفزه التونسيه ولا الدوله التونسيه عندها فلوس؟ البلديات تعطيك الفلوس؟ اخي تو انت الولايه باش تعطي الفلوس؟ معناتها تطمع في تلفزه؟ في تلفزه نورمالمون تطور روحها تشري دي كاميرا تعمل برنامج ب 4 مليار دولار اللي باش تعطيهم للجامعه تمشي تحسن النقل التلفزي تمشي تجيب حاجه التلفزه باش تعطيك الفلوس؟ يا رسول الله تو في تونس التلفزه باش تعطي فلوس؟ رئيس جامعه تطمع في تلفزه؟ حقوق مباريات يا حقوق مباريات هذيك تلفزه وطنيه تي نورمالمون يا اما جمعيه تشري كيفاش يقولوا تعمل التلفزه نتاعها ولا ديك التلفزه الوطنيه نتاع الناس الكل. ماهيش بولات العالم لا 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 اكثر حاجه رياضيه حمزه لانه غير حقوق البث. حقوق البث ما يوصلش انه تجي انك تقايض بيه انك توصل تنحي فوالا وانك انك تنحي الناس من الفرجه نتاع الكره لان الناس الكل كان سنه في الاحد العشيه هي 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 الناس كل سنه في المباراه لوجيك رياضي لوجيك في سق قبل ما نختم طارق اكثر حاجه رياضيه اللي هي التشريع للغوره اليوم انه ماتشات ماهوش تلفزيون الحقيقه شوف خاصه اليوم عندنا مش باش يكون فما باراج وبمثال في الرابط الثاني وباش تكون فوالا هاي دونك انا ميساج صغير نحب نقوله بالله وخاصه كل الموضوع نتعداو نحكيو على البطوله وعلى هزيمه النادي الافريقي خاصه ممكن من اكثر النقاط خاطر والاستنتاجات في الجوله هذه بالله يا رئاسه الحكومه ميساج رئاسة الحكومة وميساج للجامعة التونسية لكرة القدم القاوا حل سريع لأنه راهو عباد تحب تتفرج في الكورة نحبوا يرجع لحد الرياضي نحبوا عباد تخدم نحبوا حتى كي ننقلوا معلومة راهو كي ننقلوا معلومة ننقلوها معناتها على الأقل عنا صورة عنا إيماج. هذا ميساج اللي نحب نقوله وقتنا من التجاذبات السياسية خاطر نعرفوا راهو حاجات ما نحبوش نقولوها نعرفوا حاجات ونعرفوا شنو صاير في الكوليس ونعرفوا علاش الماتشات ماهيش قاعدة تتعاد ماناش صغار. دونك ان شاء الله الحلول معناتها تكون جذريه ونرجع نتفرجوا في المقابلات وسريعه خاصه مش قال لي تو فما واحد كومونتير يتفرج قال لي تاي نخمو في العام الجاي البطوله وفات فهمت لا البطوله تو بدات لانه في المباريات والاهميه نتاع المقابلات هذم
راهم ما تصوروش احنا نتفرجوا فيهم مرات ويصير ويصير اللي يصير فيهم يا بعناك ما نتفرجوش فيهم شنو ينجم يصير في المقابلات هذه. دونك نحكيوا على البطوله وعلى الجوله 11 نعطيكم النتائج نتاع اليوم بالنسبه للمجموعه الاولى. امل حمام سوسه تعادل مع نجم المتلوي 1-1. نادي البنزرتي فاز على نادي حمام لمف 2 بلاش. المجموعه الثانيه الاولمبي البيجي يفوز على النادي الافريقي 1 بلاش، هدف الجويني في الدقيقه 96 معناتها 6 دقائق بعد ال 90. هلال الشابه انهزم مع مستقبل جيش 1 بلاش، هدف فنيس خضر في الدقيقه 43. الاتحاد المنستيري فاز على مستقبل استيمان 1 بلاش. نعطيكم الكلاسمون بالنسبه للمجموعه الاولى والثانيه منقوصين من ثلاثه بيان سور من ثلاثه مقابلات بحكم ترجي والنجم والسي اس اس يشاركوا في المسابقات القاريه. بالنسبه للمجموعه الاولى الترجي الاول معناتها كامل مقابلاته كل ب 20 نقطه، اتحاد بن قردان ب 18 نقطه واللي عنده مباراه ان شاء الله باش تكون نهاره الاربعاء. سي اس اس الثالثه ب 16 نقطه مع اتحاد تطاوين، هذوما منقوصين كما قلنا الكل منقوصين من مقابله. حمام سوسه 14 نقطه في المركز الخامس، السادس النادي البنزرتي ومعاه نجم المتلوي ب 13 نقطه، والمركز الاخير لقاو نادي حمام لمف ب 6 نقاط. بالنسبه للمجموعه الثانيه ليسمو الاتحاد المنستيري مركز الاول 22 نقطه، رجيش الثاني 19 نقطه، النادي الافريقي الثالث ب 16 نقطه، الاولمبي البيجي الرابع ب 13 نقطه، الشابه هلال الشابه الخامس ب 12 نقطه معاه النجم الساحلي ونجم منقوص من مقابله، ترجي رجيس منقوص من مقابله ب 10 نقاط في المركز قبل الاخير، ومستقبل سيمان في المركز الاخير ب 10 نقاط. خلينا نبداو نحكيو بالمباراه نبداو معاك انت امير، نحكيو على السي بي ونادي حمام لمف. نحكيو على السي بي، انتصار انتصار مهم كمام للنادي البنزرتي. النادي البنزرتي مع المنافس المباشر، مباراه اللي ما يلزمش يخسرها اليوم ربحها نادي البنزرتي. قبل حبيت المباراه، انا تابعت المباراه على قناه اليوتيوب نتاع النادي وكانت الكاليتي ديماج والتعليق ممتاز، وبالمناسبه نشكروا هيئه الاعلام بالنادي البنزرتي رغم انه في المده الفارطه لمناها على رينا شويه تقصير، لكن اليوم قاموا بعمل احترافي وممتاز والصوره كانت ممتازه وحتى النقل كان ممتاز وما كانش فما قصاص جمل. بالنسبه لنادي البنزرتي اليوم فاز فيرسيون سامي القفصي اليوم، رينا تغييرات طفيفة في التشكيلة، تغييرات ذكية، رينا بانجورا دخل وسط الميدان كمتوسط ميدان هجومي يعني ما لعبش على كوتيه لعب في الوسط، رينا ياسر المشرقي اللي هو إضافة كبيرة للنادي الرياضي بنزرتي اليوم على الجهة اليمنى، ونتساءل أنا اللاعب هذا وين كان، ريناه الموسم الفارط واليوم ريناه وكان وراء الهدف الثاني يعني عمل ممتاز جدا قام به، لاعب بشر كل خير، رينا انترودكسيون تاع أمير الشيخ يعني لاعب جديد اليوم من الأصناف الشبان وتحيه يعني النادي بنزرتي لاغلب فريق اليوم من اولاده ومن عناصر الشابه يعني لاعبين شبان بالضبط، يعني نفس الشيء بالنسبه لحد نادي حمام نلف زاد لاعبين شبان، والهزيمه اليوم زاد نادي حمام نلف نجم تقول نادي حمام نلف يعني حط يعني براتيكمون نادي حمام نلف نجم نقولوا يعني نزل للرابطه الثانيه. ما يلزمش النادي عنده برشا لاعبين شبان يعني مشروع ممتازين يعني ما همش متاع مقابلات تياح يعني ما يلقاوش رواحهم يعني ما فهم عندهمش لاعبين اكسبيريونس لازمه مارغري لو فما كالكو انديفيدواليتي ممتازين في نادي حمام نلف. وجه خاصه سامي قفصي كونتر حمام لمف اللي رناه في الذهاب بالضبط. لكن اليوم نادي بنزرتي خرج مستفيد، لكن نادي بنزرتي مازال قدامه عمل كبير برشا. ريناه ديما نفس الشيء في اليوم في العشرين دقيقة الأخرى نادي بنزرتي وخر قبل اللعب. وقت اللي سجل نادي البنزرتي يعني موراليتي دلا شوز، وقت يسجل نادي بنزرتي في الخمسين ستين دقيقة الأولانيين فاز بالمباراة، وهذا ديما كنا نقولوه راهو الفريق اللي سجل الأول هو اللي ينتصر. باهي أمل حمام سوسة 1-1 مع نجم المتلوي محمد أمين تريتر في الدقيقة الأولى، مباراة زوز أهداف سجلوا تقريبا في 7 دقائق. الدقيقة الأولى تريتر للحمام سوسة يعدل النجم المتلوي شمس الدين نغير في الدقيقة السابعة طارق. ريمونتادا قوية للنجم المتلوي بعد ديما نقولوا ماناش نحكيو فنيا راهو نحكيو على في ظل النتائج اللي صار. هو شوف الحقيقة معناتها نادي أمل حمام سوسة من الفرق اللي تنجم تهزمها دوميسيل خاطرها ما يلعبش الإكسترا سبورتيف الحقيقة، معناتها إذا ربحت ولا خسرت راه مجهودك الخاص. بصراحة احترام كبير لنوف الشبيل زاد مدرب يخدم في خدمة كبيرة مع نوف الشبيل قياسا بالإمكانيات الموجودة، فريق معناتها محترم جدا عملوه تبعناه في البلاي أوف وسنا زاد مستوى محترم، فما شوية عناصر خبرة مصعب ساسي أكرم بنساسي وليزيليمون الاخرين
نجم المتلوي الحقيقه ممتازين أي أي. ومكرم البديري نجم المتلوي الحقيقه راجع من بعيد بعد زوز انتصارات صعاب برشا مع نادي صفاقسي واتحاد تطاوين، اليوم يعمل اكس اون ديبلاسمون ضد منافس مباشر، مازال ظهر لي الترجي الرياضي على دوميسيل في المتلوي. دونك الفريق اليوم بعد 9 سنين حمزه يكتسب الخبره نتاع المواقف الصعيبه وفريق صعب الميراث مش بالسهل. كل عام يقولوا النجم المتلوي في اسوء حالاته سي بي جي ما دعمتوش وما غير ذلك، لكن الفريق انتفض اليوم ما زاد خبره شاكر مفتاح لازم نوجه له تحيه. المدرب هذايا عاش تجارب مختلفه ما بين باجه وسليمان وجرجيس واليوم في المتلوي، وين يمشي يخلي البصمه نتاعه واضح. الاتحاد المنسيري ومستقبل سليمان واحد بلاش ليسمو في المجموعه الثانيه نحكي انتصار الاتحاد المنستيري خلاه يحط يعني تجم تقول نجم نقولوا الاتحاد المنستيري في البلاي اوف يعني الفريق الوحيد اكثر فريق حاصد للنقاط الفريق الوحيد نجم نقولوا في البلاي اوف في المجموعه انا مسميها مجموعه مجنونه يعني الناس كل تلعب على البلاي اوف والناس كل تلعب على النزول في المجموعه هذه يعني فارق النقاط كي تشوف بين 10 19 المرتبه الثالثه النادي الفريق 16 نقطه اليوم سليمان اللي هو كان يقفل الترتيب للحد الجولة هذه يكون في الرابطة الثانية 10 نقاط 6 نقاط يعني وراو في نجم جرجيس والإتوال بالضبط يعني وجاية مقابلات يعني دي كونفرونتاسيون ديريكت يعني مواجهات مباشرة بيناتهم يعني تشويق برشا في المجموعة هذه. الاتحاد المنستيري في دال فوزي بنزرتي للمباريات يزم يربحهم عثرة زاد سليمان خاصة بعد معناتها النتيجة الإيجابية كونتر النادي الإفريقي اليوم عثرة معناتها مع فريق انك الاتحاد المنستيري خسر دوميسيل الماتش فات كونتر جيش ما غير مسموح له انه باش يتعثر وزياد العلوي حاسم مره اخرى بالضبط يعني الاتحاد المنستيري صعيب باش يعمل لك زوج هزايم ورا بعضهم ورا وخاصه فوز بالزرت والبول هذه بارامون مازالت فيها تشويق كبير خاطر النجم الساحلي باش يعاود يرجع ايفيكتيفمون لا ابار معناتها نحكي واش قالك على ذاك يسماها المجموعه الحديديه معناتها الكل قرب لبعضهم وماتش نهار الاربعاء مع جرجيس ترى يعني جرجيس والنجم الساحلي ينجم النجم الساحلي يخلط ال 15 بوان معناتها وينجم ترى جرجيس وينجم يكون معناتها ينجم يهدد اللي موجودين قدام في انتظار مقابله في انتظار مباراه المؤجله نتاع النجم الرياضي الساحلي شابه ورجيش واحد بلاش للرجيش انيس خضر سجل في الدقيقه 43 اي دربي المهديه فريق واقعي جدا مستقبل الرجيش الحقيقه نوجه له تحيه رغم اللي عملناه لبرشا ناس قالوا انه فريقك اللي معناتها رجعت المفاجاه اللي باغت الناس كلها حتى رغم خروج سعيد السابي اليوم قدوم فريد بن قاسم تقريبا نفس ليزيليمون رجع جاسم الحمدوني عاود رجع مع اشرف كرير انيس خضر شخصيا تبع فيه تبارك الله عليه ملاعب هذايا معناتها حتى في الموسم الفارط وحتى معناتها فريق متوازن جدا واقعي ما تفلسفش برشا بالنسبه للهلال الشابي الهلال الشاب فريق متقلب وقت اللي توقع انه باش يربح يخسر والعكس بالعكس معناتها خسر ربح في باجه خسر كونتر الجار دونك ومازال حدود قائمه معناتها رجيش 19 نقطه تحيه كبيره برشا الفريق هذا يقاوم بامكانيات ماديه متوسطه جدا في المقابل هلال الشاب قابل التدارك ب 12 نقطه مازال كل شيء جواب واضح. نحكيوا على المباراه الاخيره اللي تلعبت اليوم جمعه النادي الافريقي بالاولمبي الباجي وهزيمه للنادي الافريقي واحد بلاش هدف من بالاريتي من كره راسيه من الجويني في دقيقة أسامة بوغرة ظهر لي أسامة بوغرة في بالي على ما أظن لي أنا قدامي معناتها الجويني هو اللي سجل وفي انتظار كان معناتها في نسيت هذاك بوغرة واضح كان فما تصحيح أو وسامي صح الوان واتحاد بن قردان الملاعب طويل واضح الماتش هذا غريب برشا غريب برشا حمزة نحكيو فيه برشا لا قبل ما نحكيو على الكورة لازم نحكيو على الجانب الاتصالي اليوم معناتها تشوف الرياكسيون تاع جمهور الأولمبي البيجي ولا النادي الأفريقي ولا حتى احنا المتابعين الحقيقه معناتها بون هما اجتهدوا لهيئه الاعلام في الاولمبي البيجي لكن كاليتي خايبه برشا خايبه برشا الحقيقه مع وصلت سرتان مو 47000 معناتها في اللايف تعرف الجمهور الافريقي معناتها لابور نتاعو الهده بلغتنا على الريزو سوسيو لكن معناتها ماتش بريفيو الناس كنت تستنى فيها اتوندو برشا كنا نستناو تغطيه اعلاميه خير برشا الحقيقه التخوفات من الحكم نضال الطيف ما كانش عنده محل خاطر برشا كلام تقال عليه لكن الاصداء اللي وصلتنا انه خرج ماتش كوريكت اللي شفته معناتها لقاء متقطع جدا الحقيقه باش ما نظلموش معنا زوج فرق الاولمبي الباجي كان اخطر من رغم انه يضيع يمكن حمد النادي الافريقي لكن الاولمبي الباجي كان اخطر خاصه في المثلث نتاع السهيلي وقره وشهاب بن حنشي لا بن فرج شهاب جبالي اللي كان شهاب جبالي الحقيقه معناتها كان واقعي جدا الفريق وزاد سعيد السهيلي يعرف الفريق نتاعه وتعدى منه انتصار مهم جدا للاولمبي الباجي لانه ما تتنفس به السعداء لكن في المقابل النادي الافريقي في موازنه معقده شويه اليوم برشا انتقادات موجهه 16 نقطه على 33
حصيله متوسطه عموما، لكن الضجه اللي لانه نادي الفريق مش مستانس بزوز خسائر معناتها متتابعه في جره بعض، هذه يمكن اللي تقلق اكثر، لكن مازال كل شيء معناتها نادي الفريق مازال معني بالبلاي اوف. المرحله هذه اذا متصر له حيشي باش يجرب فيها برشا حلول نتاعو، رغم اللي فما موجه نقد كبيره، لكن انا راها ساعات ممكن تكون مبالغه ياسر، لانه تقريبا الوضع متشابه، حكينا حتى البارح في الفرق الكل. مازال نادي افريقيا امامه رجيش بفارق 3 نقاط، وراه النجم الساحلي بفارق 4 نقاط، كل شيء ما تلعبش. بالنسبه للاولمبي البيجي فريق واقعي جدا بالامكانيات اللي عنده، ما ماشي ويمنع امير. بالنسبه للاولمبي البيجي ساعه خلينا نعطيو الميريت تاع الاولمبي البيجي، الاولمبي البيجي راه من اول جوله في البطوله فريق ممتاز يلعب الكريم، معناتها حتى بكل صعوبات المدينه اللي تعدى بها كل شيء، النتائج ما مشاتش مع شهاب الليلي، لكن الفريق كان ذكروش يعمل في فوليوم دو جو خير من برشا جمعيات. الاولمبي البيجي فريق ممتاز، صرنا نحكي عليه من احسن الجمعيات وقت الجوله الثالثه بالنسبه للنادي الافريقي. نادي الفريقي بصراحه الاداره تخدم في خدمه كبيره، يعني ريناها من العام ناول الاداره هذه، يعني اداره ممتازه جدا بصراحه، كيفاش خرجت من الوضع السيء نتاع الديون اللي راو فيها، كنا ما راوش في راو فيها امباس ما راوش فيها، يعني كيفاش لازم تخرج منها، براتيكمون خرجت من منطقه الخطر والتهديدات نتاع الفيفا وكل شيء، تحكمت في المصاريف السنه ما قامتش بانتدابات كبيره، ومعقول جدا راهو في حسن التصرف والارشاد اللي نادي بيه انا شخصيا كيما ناديت بيه لازم يصير في النجم الساحلي ولازم يصير في الجمعيات اللي تعلم لازم تمدي نادي الافريقي الاداره نتاعو راهو مثال بصراحه. نجيو للجانب مش مثال برك في تونس، معناتها باش 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 نحكيو زاد ونعطيو فما رجالات خدمت في النادي الافريقي اداريا، معناتها قبل كنا نحكيو ديما تقولوا الاداره نتاع النادي الافريقي مش منظمه، العوام الاخرى الكل هكا ولا اليوم معناتها يوسف العلمي والمجموعه اللي معاه من اكثر من اكثر معناتها مثال به في الكوتي نتاع التسيير، وباللي عندك عرفت سامي، معناتها باللي عندك شنو تنجم بالمعينه اللي موجود، ما نجم حتى حد بالمعينه اللي موجود هكا يعمل اللي عمله النادي الافريقي. النادي الافريقي جالي في حاجتين، راهو النادي الافريقي جالي في ايشيون سبورتيف اللي هي البطوله والكاس، وجالي زاد في ديون راهو قديمه بالضبط. يعني يزمو يعني يزمو يعمل ليكيليبر باش ينجح في الحاجتين اون باراليل. هذا مهم امير. بالنسبه للجانب الفني الجمهور، الجمهور الجمهور ما يهموش في الامور هذه، يحب النتائج وكل شيء، لكن علاش عملت المقدمه هذا باش الجمهور زاد يلزمو يتفاهم، وهو متفاهم راهو اغلبيه الجمهور. امير الحقيقه جمهور النادي الافريقي كان فاعل بنسبه 90% في المنع نتاع النادي. صحيح صحيح صحيح، هو راهو الجمهور مشروع صحيح، راهو ما تنجم كان النادي الافريقي تنجم تعمل لطخه وتجيب الفلوس هذا ونعرفوها، يعني جمهور النادي الافريقي يعني حاجه من وراء العقل بصراحه فهمتني، لكن امور فنيه اليوم انا فما ما نقولش ريبروش للاطار الفني، لكن نقول حاجتين، اسكو النادي الافريقي سواء نتسالوا ما نجمش نعرفوا، انا كان ما ينجم يعرفوا كان انسان يكون في وسط النادي الافريقي، اسكو ليفيكتيف تاع النادي الافريقي هو اللي يخلي الاطار الفني باش يلعب بالطريقه هذه، يعني انه باش يقبل اللعب ويلعب، فما خوف مبالغ فيه بصراحه فهمتني، ويلعب على امتصاص يعني للمنافس ومن بعد يمشي للكونتر، والا انه هذاك هو يعني والا يعني والا هكا هو الرصيد موجود دفاعيا وهجوميا النادي الافريقي الى حد المباريات الاخيره. في بالك معناتها في رقم في 3 مباريات النادي الافريقي خلق 4 فرص. هي فتره معناتها اليوم فما ملاعبيه ضيع خاطر زاد اللوم تو خاطر والله قادم نتبع اي الكل منصر له حيشي منصر له لا انا اليوم كيما حمدي العبيدي يجي وزوز كور ما يحطش كره في الشبكه معناتها ساهلين نتاع لاعب عادي ما نقولش لاعب متميز فهمت نتاع لاعب عادي ماهوش لوم على المدرب هذا سامحني فهمت سامي انا مخليتك اللي كنتي برشا وقت خاطر خاطر مش نحكيو فنيا معناتها فهمت فما بريسيون اما شنو يتبدل ما بين منصر الوحيشي اللي عمل معاكم معناتها في بزرت ذهاب استثنائي 2019 كانت كلاس الثاني ضغط راه مش اللي يجي يجم يلعب ولا يدرب خلي سامي يحكينا فنيا كيفاش شاف النادي الافريقي ممكن في الفتره هذه الكل انا باش نحكي شويه النادي الافريقي باش نكون بوزيتيف شويه النادي الافريقي عم ناول كان يلعب على عتيوح وكان في فتره صعيبه وكان عدى يعني سيزون صعيبه برشا على الاخر وخرج منها كما نقولوا احنا خرج منها بحاجتين كان ينجم يكمل فيها النادي الافريقي الحاجه الاولانيه جمعيه كما نقولوا احنا خرجت مع عنق الزجاجه كانت نجم تطيح في جمعيه كبيره معناتها كمان النادي الافريقي الحاجه الثانيه طلعت ولاد صغار اي هنا البروبليم اللي مشى فيه النادي الافريقي بون الاولاد الصغار هذوما اللي طلعتهم استحفظت عليهم ولا ما استحفظتش عليهم تم شويه تغييرات في النادي الافريقي بالنسبه لعمناوي صحيح عطاك وسط التابلو ما عطاكش نقولوا احنا ما عطاكش جمعيه نقولوا احنا
في النيفو نتاع التليق نتاع ما كانت اسم النادي الافريقي اسم النادي الافريقي ولا واللي طالبوا الجماهير النادي الافريقي. عطات كوس التابلو مع شويه ريكروتمونات ما كانوش ناجحين الرالي هم ما كانوش ناجحين برشا ما عملوش البليس اللي ريكروتمونات اللي جابوهم نظن يعني فما لاري عزوني مثلا كونفيرمي على لاري عزوني شويه ما كنت نجم تكون الغندري الغندري فوالا كنت تنجم مشكله نادي افريقي قدام فوالا تو النادي الافريقي في هل انه النادي الافريقي سنه مطالب هو كجماهير لازم يفهموا روحهم مطالبين باش تهز شامبيونا ولا باش تمشي شامبيونز ليغ والا مطالب باش تكون فريق. هنا لازم نفهموا احنا المسؤوليه مش ندوروا على المدرب ولا ندوروا على الـ على الـ على الايكيب ونبدوا نكونوا في حاله ونوليو في حاله ثانيه. نرى اللي الطلب نتاع الجماهير النادي الافريقي سنه اكثر من الطاقه نتاع الملاعبيه. الضغط كبير برشا المدرب تو تحت الضغط حتى المدرب دخلت هو تحت الضغط تعرف علاش المدرب اللي تحت كان الضغط من اللي كان منصر الوحيشي كان انا ما نلومش على منصر الفني منصر ما نلومش عليه فنيا تو اقل حكايه في منصر الوحيشي في اقل اخطاء وفي اقل وراه خايب العصا لانه هيئه النادي الافريقي واللي معناتها هذوما اللي حسب معلوماتنا واللي عندنا وهذا صحيح معناتها خذوا مسلم ما فهمش تدخل في الاطار الفني بولا. على مستوى الانتدابات خويا جيب انتدابات على روحك وبعد تحمل مسؤوليه عنده صلاحيات التامه منصر اليوم اللوم على الانتدابات معناتها جماهير النادي الفريقي يتلوم على الانتدابات اوتوماتيكمون دونك نحكيو على اللوم على المدرب ماناش نحكيو سكون لابيل مانجير جينيرال نجم تعطي المسؤوليه للمدرب في المانجير جينيرال في الحاله هذه تعطات يمكن شويه تعطات الاسعد جرده في المستير المانجير جينيرال خاطر كي يبدا الانترونور يدخل بقوه الانترونور عنده كل شيء معناتها خاطر لو مثلا سيميوني في اتلتيكو يعمل في كل شيء حتى يشري ويبيع حتى يعرف الميزانيه وحتى هنا لانه منصر الوحيشي نجح في الحكايه ولا ما نجحش في الحكايه التقييم هذا انا ما تفرجتش برشا روبيناتنا سنه في النادي الافريقي ما نجمش نتفرج برشا معناتها حتى في النيفو ما نجمش نكون على سامي اللي نعرفهم مش لكن التقييم الصحيح ولانه نجح في الحكايه باش يكون هو لو مانجير جينيرال والمسؤوليه اللي خذاها نجحت ولا ما نجحتش هذا باش نقيموه اخر الموسم. هل انا معلومه تو على الاصابه نتاع رامي البدوي يقولوا لي الاخيين انها غرز بركه ولا باس معناتها ان شاء الله ربي يشفيه اصابه اخرى معناتها معناتها للاعب ومدافع النادي الافريقي. اما شوف حمزه في مخيال جماهير النادي الافريقي راهو باش ما نكونوش قاسيين برشا كان مطلب جماهيري ملح جدا العام اللي فات. ما نجموش نكونوا معناها نقولوا هو سيء وقت اللي عم ناول ساهم فنيا في الملعب 25 على 39 نقطة صحيح سنة ظروف خذا مانجر جنرال وخذا صلاحيات التامة الانتدابات لكن مع ميزانية محددة ماهيش نفس الميزانية اللي خذاها مع سليم الرياحي في الانتدابات في 2015 وقتها معناتها توفر كل شيء تقريبا جاب ناتر ميكاري بالعيد صبر خليفة معناتها ديزيني راهو ينجم يتعدى ينجم يتعدى للبلاي اوف ينجم يتعدى للبلاي اوف هو وينجم يكون يلعب على الشامبيون تقلب كل شيء راهو بعد ولا بعد يعني بترجع على زيرو وترجع كل شيء بالضبط ما تنجمش مش واضح بالحكايه مازال سيزون طويله اليوم البلاي اوف راهو كي راهو الترتيب شويه الترتيب اللي طوال تهدد خاطر الجيش خذات المكانه تو خذات بلاصه تاع فريق كبير راهو النادي الافريقي باش يلعب باش يمشي باش يلعب الاتحاد المنستيري فيراتس باش يمشي يلعب الجرجيس راهو الجرجيس فريق ممتاز جدا الجرجيس راهو على تلاباتي تفادي النزول باش يلعب مع الشابه في اخر جوله اللي منتظر الشابه باش تكون تلعب على النزول راهو لاخر جوله الشابه قريب يعني مباريات صعيبه هو الناس كلها عندهم مباريات صعيبه بصراحه يعني ما انت خاطر فما تقارب كبير ما بين ما انت يبقى يمكن اللوم الوحيد على جماهير تلعب بلايات نجم نلقاها تلعب بلايات انا مع سامي انه انك باش تلعب على تيتر ولا تروزيام بلاس وتكون الفريق المستقبل ممكن كانت ترفع الحرج على الجمهور وعلى ومن حق الجمهور انه يطلب التيتر هذا عادي جدا في تقاليد النادي الافريقي لكن كانت الهيئه تنجم ترفع الحرج وتخرج ديكلاري راني نبني فريق المستقبل وتنقص الضغط معناتها فما استراتيجي فما استراتيجي اليوم ما فماش وضوح في استراتيجيه مثلا نقولوا فما شباب وهذا ما هي معناتها ذلك قالوا سامي عملنا وشفنا حاجات محلاهم في النادي الافريقي شفنا صغيرات طالعين معناتها صحيح عطاكم وسط ترتيب ما عطاكش معناتها مكانه النادي الافريقي اللي نعرفه كانتها معناتها من الفرق اللي تلعب على البطوله والمانتا وتلعب على المراكز الاولى لكن اليوم بعد صاروا انتدابات معناتها خليت فما صغار تمشي اعاره خليت فما صغار معناتها ترجع معناتها ولات سلم في الامال دونك ما عادش فاهمين اللي هو تشبيب ام بحث عن نتائج كانوا ماهوش معناتها ماهوش تشبيب لا كونفيرمي ولا البحث عن نتائج ما فهمش حتى
ماناش قاعدين نشوفه في النادي الافريقي يوري في كره. بار شفنا مباراه كبيره عدا مباراه نجم النادي الساحلي، اليوم في المقابلات هذوما ماناش نشوفه في النادي الافريقي عادي في مباريات اتصاليه. النادي الافريقي عملناه كان ممتاز جدا يعني، الهيئه نتاعو بصراحه كل اسبوع تخرج تعطي نقطه وين وصلت في المنع نتاع الانتدابات، اش دخلوا فلوس، شنو الملفات اللي تسوات، وكانت تكتم في وسط نيغوسياسيون بعد ما تتم وتغلق الملفات تخرج تعطي ميزاجور كل مره يعني ايش صار في الديون الفيفا وكل شيء يعني. حتى لين تعديت كان براتيكمون مشاركة الجمهور معاها اتصاليا وكانت مساندها الجمهور يعني، ومشيت وحتى الحملة هيك دخلت لها الفلوس وعاونتها باش نحات المنع تاع الانتداب تاع الفيفا. فهمتني؟ النادي الافريقي مطالب تو اليوم سيرتو في الاوقات هذا يعني الهيئة لازم تخرج يعني اتصاليا وتوضح للجمهور برشا حاجات. فهمتني؟ واضح. نفس هو البرسا تعمل فيه تو انت، مش على مش على الكرة التونسية، البرسا عاملة في جايبة انترنور، عاملت افكتيف للصغار وقالت اتصالين، قالت انا اسمي مانيش معنيه بالشامبيونز ليج ومانيش معنيه نحب نعمل فريق اليوم اليوم انه نحشموا شنو نقولوا نعملوا في فريق. لا لا بلا لحظه الجمهور هي نحشموا عملتها فريق كبير احنا نحشموا. يا سامي خلي نقل شويه من كلوب افريكا. هاك انت معناتها ولد الترجي ولعبت مع رادي الجعايدي، شنو شعورك وقت تتكلم رادي الجعايدي في الصيف وقال الترجي مش تاع الشامبيونز ليج الموسم هذا؟ هل قبلتها؟ معناتها اليوم حط روحك في مقارنه مع جمهور النادي الافريقي اذا يخرج يسمعني يقول انا نعمل تريزيام بلاس. كي قالها وقتها قال بالنسبه لي هو كل الافكتيف الموجود وال لا لا هو قالها فيزيون قبلنا جمهور جمهور الترجي قبلها. لا ما قبلهاش ما قبلهاش بلا هو ديجا رد الجعايدي اليوم. قبل انت قبلت ممكن علاش جمهور الترجي خاطر جمهور معناتها يقول لا كان اذا كان احنا ما عندناش مشاكل ماديه جيب لنا العام ريكروتمونات واحد كل شيء. هو رد الجعايدي بدل ديسكورو قبل الماتش الطوال في الشامبيونز ليغ وقال راني نستهدف التيتي فوالا خاطر قال روحه تويك ينجم يستهدف. لا لا ما اخي الترجي ما جابش مارادونا اي لكن هو لقى روحه في البروغريسيون نتاعو في خدمته في كذا في لا قصدي انا انت راك واجه سامي مدرب احنا تو نحكي بصراحه. اول شامبيونز ليغ السنه كي شفنا الاهلي والريكروتمون نتاع الاهلي وشفنا النيفو واحنا النيفو نتاعنا ما نعرفوهوش وانترونر داخل جديد كي دخل قال لك انا راهو الشامبيونز ليغ صعيبه، ما قالش مش مانيش نلعب عليها، ما قال راهي صعيبه وقال ما نجمو مش ما نجموش خاطر الكره ما فيهاش يعني علم ثابت. قال الشامبيونز ليغ صعيبه والنجمو ما نزوهاش. خلينا باش نرجعوا لك سامي نمشيو فاصل صغير فاصل ورجعينا. رجعنا لكم مستمعينا، نرجع منين كمان معاك سامي. معناتها قلنا قبل على وضوح الخطاب معناتها على الخطاب رادي جعايدي حكى قال ترجي الموسم هذا ما تلعبش على الشامبيونز ليغ. معناتها هل انت اليوم قبلت لانك تعرف مثال كما قلت انت فما جمعيات كبار اليوم كما البارسا اكزامبل ماناش ندخل في المقارنه مش ترجي مش البارسا لكن اليوم فما جمعيات تجي تقول لك خويا احنا ماشيين في التشبيب احنا سنه ماناش نتاع الشامبيونز ليغ ماناش نلعبوا نتاع سنين اخرين. تعرف الطرح الديسيزيف نتاع البرسا سنه نتاع اكزافي هو كونتر البايرن. تعرفش قالوا له الجماهير وقت في الطرح الثاني نتاعو قالوا له ما نحبوش نربحوا البايرن في البايرن. على الاقل معناتها الضغط ينقص الجماهير مرات تفهم وتنقص من الضغط. احنا في تونس نحبوا نزيدوا الضغط حتى راهو البرفوار تخدم في الضغط. انا نعرف معناتها تخدم بالضغط في الترجي نعرفها تخدم تحت طبعا زاد حتى النادي الافريقي راه في المقارنه اي نحكيو معناتها اي معناتها والمدرب اخي رادي جعايدي سنة برشا مرات انا كي نشوفه شفته برشا مرات في الرياكسيون نتاعو ما عرفتوش خدم تحت الضغط راه زاد جاتو دي بيريود رادي جعايدي نيرفيو في البنك خرج مارتينو يكلم الاربيتلو نيرفيو في بيريود صعبت عليه اي راه الضغط اللي يعمل فيه الجماهير تعمل فيه الجماهير صعيب برشا وهذا لازم يعيشوا به وهذين اللي عايشين بيه. لكن اذا كان عندك جمعيه نتاع ضغط نمشي معاك لكن عندك جمعيه صغيره وتكون فيها راهو زايد الضغط ويصير تو ثم مدرب ثم مرات تصير حاجات عند المدرب تحت الضغط راهو ما عادش ينجم يخدم واللي يخاف بالضبط واللي ديسيزيون نتاعو ماش صحاح. حمزه تصديق كلامك يعني على الكوميونيكاسيون ريال مدريد هز ثلاثه ربط يعني 3 ليغ دي شامبيون هذه بلاي ماش تدخلوا لي في المقارنات لا المقارنات خلينا نقولوا فما واحد برك يعملهم مقارنات سي بروبورسيونيل ريال مدريد والبارسا جمعيه كبار في اسبانيا الذي الفريق الترجي جمعيه كبار في تونس يعني سي بروبورسيونيل نجم نقارنوا فهمت صحيح مش نفس البطوله تونس مش بطوله اسبانيا مش نفس البطوله لكن جوز موا في المقامات في كل بلاد يعني المقارنه جوز فلورنتينو بيريز هز ثلاثه ربط ابطال ورا بعضه خرج قال عايت الستاف تكنيك عايت الناس كل قال راهو السنه باش نبيع جوارات ومانيش باش نشري وراهو السنه باش نبنيو ملعب راهو
العام هذا مش نلعب ولا شيء، مش نبنيو ملعب. خرج زيدان وخرجتك اللاعبين كله قاعدوا، كان اللاعبين القدوم تاع الريال هذوكم اللي نعرفوهم، وطلع اللاعبين الشبان اللي توا اليوم ربحوا البي اس جي بش اسمه ولا فينيسيوس والجماعه هذوكم الكل، وبناوا الملعب نتاعهم، كملوا الملعب بعد رجعوا يلعبوا على ربيت نبطه. هو عدلك البي اس جي حمزه، هو عدلك البي اس جي. البي اس جي فهم برشا ما تحكي يا حمزه، برشا غلط كبيره صراحه. الناس بلا خلينا نفغلو خاطر انتم امبارح حكيتوا عليه هو مالي اوف، بلا خلينا نحكوا على البي اس جي. يبدو انه على صداقه لا نعرفه الناس الخليفي، نعرفه نعرفه مليح. كلمك بعد البارتي؟ لا 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 كلمني، لا كلمته، والاتصال عندنا يمكن عامين وثلاثه ما فماش اتصال ولا اكثر. المشكل في البي اس جي بصراحه يعني المدير الرياضي مشكل كبير. ليوناردو يعني اليوم اذا كنت تحب تجيب مدير رياضي قد في لاعب في فريق كيما البي اس جي، ما تجيبش خويا لا برازيلي لا طلياني، جيب الماني خويا مدير رياضي. ليوناردو نعرفوهم الميلان ونعرفوا التقاليد تاع الطلاين، ليوناردو ماشي جايب دونا روما 23 سنه احسن حارس في العالم خارج، وقت اللي بي اس جي نافاس يلعب ومهني وشادد المرمى نتاعو خلق اشكاليات. جايب بوكيتينو انجلو يعني جايب بوكيتينو ارجنتان، جايبو في باريس، جايب له نيمار ميسي في جمعيه فيها مبابي نيمار وميسي دي ماريا. اليوم ما تجمش فريق يلعب على رابطه ابطال كيما بي اس جي ما يكونش عنده راس حربه كيما في لوكاكو في في تشيلسي كيما الواحد. اليوم ايكاردي بي اس جي عنده ايكاردي، تعرف شنو ايكاردي يعني؟ ايكاردي على البنك. علاش؟ خاطر ما ينجمش بوكيتينو، لا يجم يقعد ميسي على البنك، لا يجم يقعد نيمار على البنك، لا يجم يقعد مبابي. حتى هو مش مهني على روحه انديبوندامون من المستوى نتاعه. حتى ايكاردي مش مهني على روحه، هذيك امور خارج الكوره. لكن اليوم تحب ولا تكره الراس حرب الوحيد موجود في بيزي ايكاردي كما سواريز وكما لوكاكو، مع قله رؤوس الحربه في العالم. يعني اليوم لوكاكو 34 سنه شريته فوق مليون 100 مليون يورو يمشي ما بين انتر وتشيلسي. فهمت يعني؟ ما اسمع قران والله يعني في هذا الكل مثل ما انت اللي قالك ما انت على علاقه ب هو مع التايمينغ بتاع قطعان العلاقه ما نجحش فيه. عنده مده وكان يلعب يعني يلعب تنس، لا لا كان يلعب تنس، كان مع المنتخب القطري وكان ديما يجي لتونس قبل، كان لاعب ممتاز هذا، كان بطل قطر. عبير تنتهز احكي لنا عليه شويه اخر. ناصر براغماتيك يعني اكاديمي عامل ليزونيفرسيتي و هو يعني المشرف. هو راه كان على صفيح الساخر، راه البارح كان مشيت نحى راه ناصر خليفي بارح، لكن المجموعة يعني المجموعة الجروب اللي هو يتشد وجدد فيه الثقة، أعطاه ثقة، لكن خاطر داروا عليه ليزيلترام تاع باريس برشا وبرشا تنبير يعني كبير، وخاطر خاصة الرياكسيون اللي عملها بعد المباراة يعني بعد المباراة مش مال في عمله. اي بعد المباراة يعني وصل الهدد بالقتل. ما نحبش نلقى من قوله تفسير، لكن انك اليوم تجي بصراحه يعني اليوم تجي يعني وفر اللي طلبوه الكل، اللي طلبوا ليوناردو كل وفره له، فهمتني؟ لكن انه خرج له تيشال ما يصلحش، خرج له امري ما يصلحش، خرج له لورون بلون ما يصلحش، واللي يخرج يهز التيتر نتاعهم، واللي يخرج يهزوا في التيتر. رينا تيشال مع تشيلسي، رينا امري مع شو اسمه مع سيفي، رينا يعني مشكل ماهيش راهو في المدرب صراحه، مشكل في المدير الرياضي. معناتها والله العظيم ما احلاه خرجنا حتى دقيقتين هكا ديمونستراسيون عالميه. لا ابار ديمونستراسيون خرجنا دقيقتين من البطوله التونسيه، حكينا شويه معناتها على عباد بعدنا على المشاكل. بعدنا على المشاكل. باهي خلاصه البطوله، خلاصه الجوله 11 طارق، من المستفيد؟ تعقدت الامور اكثر لبعض الجمعيات. مستفيدين مستقبل الرجيش والنادي البنزرتي منطقيا هذوما، وثم الاولمبي الباجي تنافس سعداء. لكن اليوم النادي الافريقي في وضع معناتها مفصلي دقيق، يلزم خروج من الهيئه للتوضيح، لانه الضغط كبير برشا. نعرف وراء ضغط جمهور النادي الافريقي لا يقاوم حتى في لقاء ودي، مش معناتها التعادل ثمين جدا جابوا في ديبلاسمون. دونك انا راه مستقبل الجيش والنادي البنزرتي اكثر مستفيدين في سينو في اعلى ترتيب، مازال كل شيء تلعب على البلاي اوف، مازال ثلاثه جولات نتصور. سيرتو مجموعه نتاع النادي الافريقي والنجم الساحلي واتحاد المنصيري فيها برشا لاعب، مازال برشا كوره. واضح خميس. خلاصه الجوله باش نراو مباريات سخونه اللي جايه، يعني مباريات سخونه كرويا ان شاء الله نراوها سخونه، ما نراوهاش خارج الملعب سخونه. مطلوب الهيئات الكل باش تاثر جماهيرها وتاثر الناس الكل،
بس ما نتجاوزوش حاجه الميثاق الرياضي ونتجاوزوش يعني حاجات في غناء عندها الجمعيات قاسي في ديما في علاش نقول تاثير الجمعيات خاطر راهو تو في الملاعب رابح ولا خاسر الناس تلوح في القوارير والله نداء للجماهير راكم فما جمعيات ما نحكيش على الجمعيات الاربعه الكبار اللي عندها الفلوس ولو انه عندها الفلوس بين ظفرين فهمتني نحكي على الجمعيات الاخرين يعني تزواولي فهمتني يعني تو اليوم اذا كان كي تجي تلوح راهو قاروره انت في الملعب نتاعك في الملعب نتاعك راهو جمعيتك اليوم زوز ملايين ولا خمس ملايين اختي راهو بصراحه تحللها برشا مشاكل تحلها شهريه نتاع ملاعبي تحللها يعني تحل برشا مشاكل خلاص نزل خلاص واعد يعني بالله اذا كان تحبوا جمعياتكم قد قد معاش لوحوا القوارير سام بطولة سخونة تحرمنا منها كنا نجموا والله مهم والله بطولة سخونة مازالت فيها تشويق برشا في الفوق ولوتا قراب برشا التحكيم بشي يكون عنده مسؤوليه كبيره في الحق وفي حق الجمعيات باش ما يسرقش حق الجمعيات ما نجموش نتبعوا بالقداش او باش يصير خاطر التلفزه ان شاء الله يا ربي تتحل المشكله ولا ما ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يهدي مع الجماهير الكل نتاع تونس محرومه من الماتشات تم ماتشات ديسيزيف تم ماتشات صعاب تم ماتشات سيرتو في البول الثانيه ان شاء الله يا ربي تعدى سيزون بيه اذا كان احنا سنة تحرمنا بالرسمي من البطوله دي ان شاء الله في الترتيب في البلاي اوف والبلاي اوت ان شاء الله نخلطوا نتفرجوا على زاد البطوله ان شاء الله كمان حتى على المقابلات اللي مازال اما امس بالله عاوز ترابلسي دخل معنا في سوبر ماكس والمح لانه ثم امكانيه اتفاق خاصنا نربطها بالتغطيه في الفار قال ممكن ان شاء الله فما حل في الايام القادمه معلش انه لانه معناتها وعد في المطلق والا عنده تطمينات في الجانب هذا واضح ان شاء الله معناتها ما نعرفش انا كيفاش حتى تحكيه قال حتى في الريونيو معناتها نتاع رئيس الجامعة قال بالفما نقل تلفزيون ما فهمش هما الفار اي فهم معناتها نتعاقد مع شركة احنا الفار حاجة جديدة نستناو فيها الناس تحب تفرج في الفار أكثر من بطولة يحبوا الراو في الفار كيفاش والقراءات تفرجوا في ماتشوات علاش يحرموا فيه كان زم رجع مختار دابوس زفر صح لا باي وقت جو عاد مغروم بالفار واضح باش نعملوا ترتيحة صغيرة راجعين بعد ما تجيكم يجيكم زملائنا في قسم الاخبار نحكيوا على مباراه الكلاسيكو البارح بين الترجي والنجم نحكيوا على مباراه سي اس اس وبيراميدز في الكاف وباش نحكيوا على نهائي بطوله العالم لكيك بوكسينغ في الحمامات واكثر تفاصيل على الموضوع هذا غسي برونشي الناس كل على اي اف ام احلى راديو انا رجعين